محمد، انا هبتدي مع حضرتك لانه بالنسبه لي غريب ان الراجل دايما بنسمع ان هو بعد الطلاق بيفرح وبينبسط وبينطلق، غريب ان الراجل يحزن او يكتئب بعد الطلاق. فانا عايزه ايه اسمع قصتك. هي الفكره كلها بتبقى بتفرق من حسب كل واحد وتجربته وكل راجل والتاني على حسب هو طبعا ارتباطه ببيته واسرته وعيلته. تجربه حضرتك كانت شكلها ايه؟ انا تجربتي كانت كنت واحد متزوج عادي زي اي واحد متزوج وفاتح بيت، وكنت مناسب من اسره محترمه جدا، وانا شخصيا الحمد لله من اسره محترمه جدا. كنت مسافر بره، حصلت خلافات زي اي خلافات بين اي زوج وزوجته. كم سنه الاول يا استاذ محمد الجواز كان قبل السفر؟ قبل السفر هو كان 3 سنين قبل السفر وسنتين سفر. تمام، يعني تمام. فانا اثناء فتره السفر بتاعتي حدثت المشاكل بقى، لان انا كنت انا بعيد طبعا عن بيتي واسرتي. احنا بنعرف ان المشاكل بتحصل لما يبقوا عايشين مع بعض، تحصل مشاكل، انما حضرتك بعيد، ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ المشاكل مثلا بتبقى يعني بعد ما الواحد بيسافر وضعه بيتحسن، المطالب بتزيد بالنسبه للزوجه. تمام، عايزه تعوض برضو الفراغ اللي هو مثلا الزوج بيسيبه لها في حياتها. تمام، فتبقى كانت الخلافات مثلا بيني، مثلا هي خلافات مش ماديه اكتر زي ما هي خلافات مثلا اسريه، مثلا لان انا ممكن بحكم ان انا مش موجود مع اهلي ومش معايش التجربه معاهم مع اسرتي، الست هي اللي بتواجه كل حاجه مع اولادها مع اسرتها مع عيلتها، هي اللي بتدير البيت، هي اللي بتدير كل حاجه. فهي بتبقى خلاص هي بقت هي الراجل والست. تمام، فانا ببقى متلقي وانا مسافر، طب في مشكله حصلت معايا 1 2 3 انا احلها ازاي؟ فمش كل المشاكل وانت بعيده عنها بتقدري تحلها. هي برضو يعني اي زوج مغترب بيعاني من نفس المشكله دي، ان هو مش كل المشاكل بيقدر يحلها بنفسه. تمام، فمن هنا بقى الخلافات بتزيد. كانت خلافات مع الاخوات والاسره عندي. تمام، خلافات ما بينها هي وما بين الاسره عند حضرتك. الاسره عندي يعني مثلا في حاجات مثلا كلها، مثلا خدي الولاد وزوريهم كل اسبوع. هي ساعات ممكن تتحجج تقول لي لا اصلا انا مش، حاجات كده يعني مش حاجات بتحصل في اي بيت بالظبط. كانوا قد ايه الاولاد؟ الولاد عندي مثلا احمد عنده 7 سنين، وفيروز عندها 5 سنين دلوقتي ما شاء الله ربنا يخليهم. هم كانوا فتره الخلافات كانوا برضو كان احمد عنده حوالي 3 وفيروز 2. تمام، بس فكانت مشاده على ولا وعندي في الاهل في البيت، طب ليه ما بتجيش، مش عارف حاجات كده اللي هي الحاجات البسيطه دي. تمام، بس فمن هنا بقى انا طبعا خدت موقف اهلي، طب ليه مش لاقي اي مبرر ان هي اصلا ما تزورش اهلي ولا اي حاجه من ديت. ابتدت ان هي بقى تزيد في المطالب، في زود لي المصروف، زود لي مش عارف ايه، حاجات من دي. تمام، كل اللي حضرتك بتحكيه ده لحد دلوقتي حاجات عاديه جدا بيحصل في بيوت كتير بصراحه. جينا في الاخر خالص بقى قفلت انا معاها، حصلت مشاده بيني وبينها على على نفس المواضيع دي، كل شويه تقول لي مشكله، كل شويه تقول لي مشكله، عشان خاطر انا على طول افضل اديها وارضيها على قد ما هي ما تقدر. فعندت بقى، حصل بقى من هنا العند، خلاص لا انت لازم بقى تنفذي كلامك، انت دلعتي زين على اللزوم. بس فاخر شهرين لقيتها منقطعه خالص، عملت لي بلوكات. تمام، منذ متجوزين عملت لك بلوكات؟ احنا متجوزين. طب يا بابا في ايه، طب شوف كده الدنيا يا ماما، مش عارف عندي اهلي في مصر. هم اللي بيضطروا، هم بيتابعوا ويحلوا. يعني فقدت التواصل معاها، مش عارف فقدت التواصل بقى، مش عارف اشوف ولادي ولا اي حاجه. قعدت سنتين ما اعرفش، قصدي شهرين، مش عارف حاجه خالص عن وهي كانت مقيمه في شقتي الزوجيه في بيت حضرتك؟ لا، هي ما كانتش مقيمه، كانت مقيمه مع اهلها. تمام، فبعد شهرين حاولت ان انا اتواصل مع اهلي عشان اعرف هم وصلوا لايه الحل معاهم. قالوا لي لا، مش بيردوا على حد ولا ما فيش اي خالص. طب زرتهم؟ لا، ما هم رافضين ان هم يقابلوا حد. خلاص ماشي، انا راجع، نزلت كنت عايش بره الكويت، رحت رجعت مصر. تمام، كان فتره الكورونا. تمام، فنزلت على رايح بيتي عادي، لقيت باب حديد على باب شقتي والكوالين كلها متغيره. طلبتش الطلاق في الفتره دي؟ لا خالص، ولا بلوك بس. تمام، بلوك ما فيش. اكلم والدها، يا حاج ايه الاخبار، طب ايه انا ما عملتش حاجه، يقول لي لا هو كده يا ترجع يا ماشي. قلت له خلاص يعني ماشي. اهلها كانوا في صفها؟ كانوا في صفها. قلت له طب ايه، طب الحل؟ قال لي لا ده هي اللي عايزاه كله هعمله. قلت له خلاص لما ارجع بقى ربنا يحلها. رجعت
زي ما قلت لحضرتك لقيت الايه باب الشقه مقفول حديد ومش عارف ادخل بيتي ولا اي حاجه. خدت شنطتي وطلعت على الاهلي وانا جاي من المطار. قعدت عندهم اسبوع حاولت احل معاهم يا جماعه انا جيت مفيش. برضو عشان برضو وقت الحلقه برضو اختصر على حضرتك اكتشفت ان الموضوع بقى ابتدوا ان هم يمشوا في اجراءاتهم القانونيه. هي رفعت قضيه طلاق رفعت قضيه تمكين ورفعت قضيه شتى انواع قضايا الطلاق بقى تمكين ونفقه طلاق ولا خلع؟ خلع تمام. واضطرينا بقى خلاص لقيتها بقى ماشيه في الاجراءات بتاعتها من 3 شهور تمام. طب حضرتك كنت متخيل ان هي ممكن تعمل ده؟ يعني خطر في بالك ان ممكن تلجا للمحكمه لا خالص خالص. انا طبعا بقى صدمت انا ما عملتش حاجه عشان ده كله تمام. ففضلت بقى في الوقت دوت انا قاعد بقى عند اهلي مش عارف اعمل حاجه. خلاص بقى هي عايزه كده خلاص كملي في الطريق اللي انت ماشيه فيه. ما فكرتش تطلق وتختصر المشوار ده؟ عرضت عليها هي رفضت. رفضت الطلاق؟ بس حضرتك كان ممكن تروح تطلق غياب يعني. انا قلت لها خلاص عايزه تطلقي طلقي. عرضت عليها يا بنت الحلال خلاص امشي خلاص زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لا هو يا خلع يا بلاش. غريبه. طب اشوف ولادي؟ لا بالمحكمه. والله. وتم الطلاق بالفعل. وتم الطلاق. انتظرت هي لحد ما تاخد كل ده علشان خاطر تنفرد بشقه الزوجيه بالتمكين وهي مش قاعده فيها لغايه دلوقتي. وهي لغايه دلوقتي معاها الحيازه. يعني هي كانت طمعانه في الشقه يعني. كلمنا بصراحه اكتر. هي هي من النوع المتسلط شويه اللي هو مثلا لا انا عايز انا هعمل اللي عايزاه انا هعمله. حقي وهاخده. والشقه انا من حقي مكتسبات. تمام؟ خلاص انا عرضت عليها قلت لها خلاص عايزه تقعدي في الشقه انت جوه وانا بره يا ستي وانا اللي عايزاه كله هعمله. انت جوه يعني هي في اوضه وحضرتك في اوضه يعني. لا برضه رافضه. انا قاعده عند اهلي لحد بقى ما اخد حكم التمكين. ولما خدت حكم التمكين وتم الطلاق حضرتك عملت ايه؟ خلاص هعمل ايه؟ ما فيش اي حاجه اعملها. قاعد عند اهلي لغايه دلوقتي. وكانت والدتي تعبانه في انشغلت في مرضها لحد ما توفت من 5 شهور. الله يرحمها. طبعا الله يرحمها يا فندم. تشوف ولادك؟ بشوفهم بحكم رؤيه كل اسبوع. ساعتين ثلاثه في مركز رؤيه تبع الدايره اللي احنا قاعدين فيها تبع مسكن الزوجيه. بشوفهم في حديقه ما اقدرش ان انا اقرب منهم ما اقدرش ان انا يعني اخد ابني مثلا اجيب له اي حاجه ما اقدرش ان انا يعني اتواصل معاهم زي ما كنت بتواصل معاهم قبل كده. فحصل بتر بين العلاقه وفجوه بين العلاقه بالاب واولاده. ولاده برضو الولاد برضو تعبانين نفسيا بسبب الموضوع ده. ويجوا بقى يتشبثوا بيا الاقي طبعا خلاص ميعاد الرؤيه خلص. عياط بقى وحاجات من دي يعني. الاولاد متمسكين بحضرتك؟ متمسكين طبعا. طب انا شايفه في عيونك يعني وانت بتحكي حزن شديد جدا. هل الحزن ده على الظروف اللي بتشوف فيها الاولاد ولا الحزن ده على الطلاق بشكل عام؟ لان البيت اتهد وتم الطلاق. طبعا يعني الاثنين يعني الاثنين البيت اللي اتهد وحال الولاد والظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. يعني الوضع غير مرضي لجميع الاطراف ولا للطرف اللي هو بالنسبه للطرف الاب ولا طرف الام ولا الاولاد. ما فيش حد مستريح. البيت اتخرب.